ابو عيسى. طب ابو عيسى صباح الخير. صباح النور الف النور. هلا ابو سعد صباح الخير. 559 عندي يا ابو سعد الله يعطيك الصحه والعافيه والمبارك على الفوز في الكونتس يا سعادتك. هو انا والله بسعادة تشارلي تانجو دادي دادي الداء. والله انت دخلت متاخر فما كنت موجود عندي لسه عذر ابو عيسى. الحين موجه والله على الشباب في الاردن لكن ما شاء الله سامعك. 5728 ابو عيسى شلونك ان شاء الله؟ ان شاء الله العيال طيبين طيبين بشرك الحار يا ابو سعد الله يعطيك الصحه والعافيه وما قصرنا شوقك. الجو زين عندنا بشرك والامطار جاتنا امطار هي. انا اقول السنه دي ان شاء الله الارض الموسومه في قطر فاكيد راح نجي نفتح من عندهم ان شاء الله. وعلى فكره ترى المنطقه اللي بين قطر وبين الامارات المنطقه هذه من عند جهه الحدوديه تقريبا هذه محتمل الاسبوع القادم كله تكون منطقه تمركز المنخفض اللي صاير الحين. والله يكتب لك الخير ويطلع البركه ونقول ان شاء الله خير مدفوع ما هو مقطوع ومعاكم ان شاء الله ابو عيسى دائما. تفضل. شكرا على الاتصال هذا واتمنى اسمعك ان شاء الله على خير. ورجع المذيع حق ابو سعد نشوف اذا في حد بعد من الشباب قريب. ما في احد خلصوا لكن ما ادري اذا كان في احد من العسكر دلتا ولا شيء ما يسمعون الاخوان في الاردن او المحطات العربيه. ايش رايك دكتور؟ ايوه نادي يا حبيبي نادي ابو سعد عندك. طيب بنداء المحطات العربيه في شبكه الفرسان العرب 701 سياره جوليات واحد من الاخوان العرب. صباح الخير ابو سليمان معك 701 سياره جوليت وسامعك 5959 نقول لك كل عام وانت بخير. عمر بشرك الامور طيبه وشمال المانيا اكيد برد عندكم الحين. ما ادري اذا كنت اخذت الاخوان اللسته ولا اشوف الدكتور يشوف اذا كان يسمع كوفر. لا والله مين هذا؟ اطول عليكم بهذه المناسبه اي اخواني الاعزاء الكرام اخوي ابو خليفه اخوي ابو سعد ودكتور منذر وابو احمد ودكتور علي ومسعود وابو عيسى الف تحيه والسلام. انا معكم على السلام وما اطول عليكم والف تحيه والسلام. كل الاشارات وصلتني ما شاء الله فايز مع الجلد سيجل اخويا ابو سعد تحياتي واحتراماتي لكل الشباب على التردد وانا معكم على التردد الى دلتا المون برافو دلتا نوفمبر. اوكي سليمان انا اي هاف تو لوك يو ار اكس ممكن بس اسلم على برافو ويسكي وعلى مصطفى وجدانجو كيو ار اكس بالاذن للجميع. اوفر. تفضل عندك. هوتيل زولو برافو ويسكي جي واي 4 ان اي صباح الخير عبد الله. صباح النور حياك الله يا طول عمر عليك كان بارك انت صوتك فيه الله يعطيك العافيه. تفضل. تسلم تسلم بس حبيت اسلم عليك الاسم علي اول مره نتكلم مع بعض. انا اي هاف تو لوك يو ار اكس ولكن حبيت اغتنم الفرصه ولك لك وللجميع عيد مبارك ان شاء الله. الله يسلمك وعيد مبارك على الجميع كذلك وعليك يا طول عمر. تفضل يا سيدي. تسلم تسلم عبد الله. دي ال 1 بي دي اف دي ال 1 بي دي اف جي واي 4 ان اي هاو كوبي. صباح الخير صباح الورد درايفر معي يا دكتور الف تحيه وسلام تمنى عليك اوفر اوفر. اوكي صباح الخير وصف كمان اي هاف تو جو كيو ار اكس ولكن حبيت اسلم عليك زمان ما سمعنا صوتك بيمين تو يو رايت ناو وان شاء الله تكون انت والجميع بخير يا مصطفى. الحمد لله شكرا جزيلا والف الف تحيه وسلام وعيد سعيد وعمر مجيد. ان شاء الله نسمع بعضنا في المستقبل ان شاء الله اكثر واكثر ان شاء الله. تحياتي يا دكتور والف تحيه وسلام. اوكي شكرا مصطفى شكرا وبالاذن من الجميع دكتور منذر انا اي هاف تو لوك يو ار اكس لو امكن برجع بعد حوالي 10 دقائق ربع ساعه. اوكي اوكي دكتور علي بنسمعك خلينا نشوف بس عن اذنك ابو سليمان انا لازم بدور انتين على مصطفى بس خلينا نشوف اي محطه عربيه على التردد عشان نوجه عليكم 10 اي